مسألة جديدة، مادة الفلويد ميكانيك الموائع. الموضوع هو جريان الموائع حول الأجسام الغاطسة أو المغمورة بالماء. عندنا المسألة تقول عندنا حوض ترسيب للمياه، العمق مال الحوض أو الخزان هو 2.5 متر، 2.5 متر. درجة حرارة المي 20 درجة مئوية. المي يجري بسرعة 35 سنتيمتر بالثانية. هنرسم سكيت بسيط للحوض. أنا عندي هذا حوض أو خزان أو عندي العمق 2.5 متر. بيصير عندي فلو، خلينا نفرض ان هذا فد انبوب، بيصير عندي فلو للمي اللي هو المي برواسب او بشوائب. سرعة المي هي 35 سنتيمتر بالثانية. يقول احسب طول الخزان which will ensure حتى يصير عندي كل الشوائب اللي بالمي تترسب داخل القاع. لان انا هسه عندي مثلا هذا الخزان، خلينا نشوف اذا بي بارتيكل او بي جسيم مثل ذرة تراب او شيء، راح يدخل ويا الفلو، راح يتحرك بسبب الوزن، راح يسقط الى قاع الخزان بهالشكل. فانا بدي اعرف انه هاي المسافة اللي ياخذها البارتيكل وياخذها الجسيم ايش قد هي، فنسميها L، سواء كانت هاي النقطة أو هذه النقطة أو هاي النقطة. فأنا بدي أحسب ال L اللي هو طول الخزان اللي المفروض أصممه حتى من يدخل الفلو من هاي الجهة إنه يضمن إنه كل الترسبات، تضمن إنه كل الشوائب تترسب قبل لا توصل للنقطة الثانية. عندي specific gravity مع المي مع الليكويد اللي هي 2.55، وقطر الجسيمات 1 مليمتر و100 مايكرومتر. يعني إذا عندي شوائب قطرها 1 مليمتر والحالة الثانية 100 مايكرومتر. عندي راح افرض انه الجسيم او ذرة التراب او شيء قطرها او شكلها سفيريكال، عفوا حسب قوانين الفلويد الميكانيك الموائع، راح يصير عندي هنا 3 قوى في هاي الحالة. القوة الأولى داخل المي اللي راح تصير وزن البارتيكل نفسه، وزن الجسيم، وزن ذرة التراب أو أي شيء. راح يصير عندي قوة ثانية اللي هي قوة الطفو اللي هي البوينت فورس. راح تصير قوة بسبب حركة البارتيكل إلى الأسفل، راح يصير عندي دراج فورس. الوزن راح يجابها عندي البوينت فورس. اذا البوينت فورس يساوي الوزن، راح تبقى الكرة او يبقى الجسيم ثابت داخل المي. بس عندي الوزن يساوي البوينت فورس والدراج فورس. الدراج هي حركة الإعاقة بسبب حركة الوزن، يعني البارتيكل بسبب الوزن راح يحاول ينزل إلى الأسفل، راح تواجه قوتين اللي هي قوة الطفو البوينت فورس وقوة الدراج فورس. فنكتب عندي F دلتا summation F y equal to zero، وهاي الحالة صار عندي W equal F B plus F D buoyant force or drag force. نعرف أن الوزن هو الكثافة في الكتلة
اللي هي راح تصير عندي، او عفوا الفوليوم مال بارتيكل في التعجيل، ويساوي البوينت فورس هي كتلة المي في التعجيل، يعني هي نفس الكتلة ولكن ناخذ انه كثافة المي، فيصير عندي رو، هاي رو بارتيكل، هاي رو ووتر، في ووتر اللي هي نفس تاخذ حجم السائل المزاح بالتعجيل بالجرافيتيشنال اكسلريشن بلس الدراج فورس اللي هي مثل ما نعرف هي نصف في دراج كوفيشنت في رو ووتر في مساحة الدائرة اللي هي تصير عندي باي اوفر فور باي اوفر فور في دي سكوير في في اف سكوير. في اف سكوير هي مجرد انه هي السرعة اللي تنزل بيها البارتيكل الى الاسفل، هاي في اف سكوير. الآن عندي الفوليوم، الفوليوم مال السفير اللي هو ال V 4 باي 3 باي R كيو، عندي ال R يكون T باي 2، يصير عندي باي D كيوب أوفر 6، أوكي؟ راح اعوض هاي القيمة مال الفوليوم هنا. اول شيء اقدر انقل هذا للطرف اليسار، فيصير عندي ال V في رو بارتيكل ماينس رو ووتر في G equal half CD رو ووتر في باي اوفر 4 دي سكوير في اف سكوير. عندي ال V اللي هو ال Volume، خلينا نسميه Volume هالشكل حتى يصير عندي تشابه بالرموز بين ال Velocity وال Volume، حيصير باي دي كيوب اوفر 6، رو بي اللي هي Specific Gravity اللي هي 2.55، في رو واتر، في رو واتر راح يطلع يصير ماينس 1، رو واتر جي يكون نصف سي دي رو واتر باي اوفر 4 دي سكوير في اف. رو واتر راح تروح هي رو واتر، دي سكوير راح تروح هي 3، راح اوصل النتيجة اللي هي ال في اف سكوير هاي ناس سكوير ال velocity اللي ينزل بها البارتيكل الى الاسفل راح اسميها ال VF square equal 4 by 3، هاي هنا عندي 2 تروح هاي 6 تصير بيها 3، فور باي ثري 1.55 في جي، في عندي الديامتر، الديامتر هو 1 مليمتر، فيصير عندي 0.001 تقسيم ال سي دي. خلينا نختصرها، راح احسب بالحاسبة انه ال في اف سكوير اكوال، اوصل النتيجة اللي هي 0.02 في دراج كوفيشنت. انا اعرف انه الدراج كوفيشنت حسب الفلويد انه هو فانكشن رينولدز نمبر، ليش؟ لانه هاي راح يصير عندي باوندري لاير بالشكل هذا،
باوندري لاير تعتمد على شنو؟ تعتمد على اشتقاقات طويلة اللي هي حسب اللامينر او التربلنت، وعلى ثيكنس بالباوندري لاير موجود الاشتقاقات. طبعا بالكتب او اي تكست بوك مال فلويد راح تشوف انه السي دي او دراج كوفيشنت يعتمد على الرينولدز نمبر، وهذا الاعتماد هو موجود بشكل وهذا الاعتماد موجود بشكل جراف اللي هو السفير بين الدراج كوفيشنت والرينولدز نمبر. لكن انا بنفس الوقت عندي الرينولدز نمبر يعتمد على function of the velocity، فاني ما اقدر احسب الرينولدز نمبر، يعني ما اقدر الرينولدز نمبر ما اعرفه، فما اقدر استخدم هذا الجراف، وبنفس الوقت الكوفيشنت امين ما اعرفه، لازم اسوي iteration، يعني لازم ادخل القيم اللي موجودة بالجراف هنا، ادخل قيم عشوائية يا اما الرينولدز نمبر يا اما السي دي حتى اسقط على الكيرف هذا واحسب منه الرينولدز نمبر. ايش راح اسوي؟ راح اقول انه الرينولدز نمبر هو الكثافة في الديامتر في الفي اف على الميو. الكثافة عندي ألف، الديامتر هي 0.001 في ال VF مجهول، راح أقسم على الميو للتيبلز عند 20 درجة مئوية، راح يطلع عندي ال viscosity، الديناميك viscosity 0.01، راح يطلع 10^3 VF. راح أخذ ال VF يساوي 10^3 رينولدز نمبر، اجي اعوض هاي القيمة بهاي المعادلة، راح احصل انه رينولدز نمبر سكوير شو يساوي؟ يساوي 10^6 في 0.02 في دراج كوفيشنت، ويساوي 2 في 10^4 في دراج كوفيشنت. ثانيا هسه اذا ادخل قيم للسي دي للدراج كوفيشنت راح احصل قيمة الرينولدز نمبر، بس يا قيم انا راح اروح لهذا الجراف راح اشوف عندي القيم اللي هي 0.06 0.1 0.2 0.4، اجي ادخلها بالاكسل، راح اروح للاكسل راح ادخل القيم نفسها، طبعا اقدر يعني ادخل قيم من عندي بس انا التزمت بالكير. راح اسوي؟ راح اسوي انه رينولدز نمبر هو تحت الجذر سكوير روت اوف 2 في 10^4 في قيمة السي دي دراج كوفيشن. الآن راح أخذ قيمة وأشيكها على الجراف. القيمة الأولى 0.06، هاي 0.06 ما تسقط هنا راح ألغيها أو أتجاوزها، أشوف 0.1 إذا أسقطها على السفير هيطلع عندي رولز نمبر 10، يعني 100,000، وهذا شيء يعني خلاف المعادلة هنا. أنا عندي 44 خلاف مثلا 0.6 يطلع 109، هاي 0.6 إذا أسقطها ما يطلع عندي 0.9 يطلع عندي 100، يعني بين 100 وبين 1000 لحد ما اوصل اللي هي السي دي يساوي 1. فاذا السي دي يساوي 1 من الجراف اذا اسقطها هنا راح يطلع عندي بين 100 وبين 10 بين 100 وبين 1000، اذا هو صحيح. انا طلع عندي هنا عند الواحد طلع عندي رينولدز نمبر 140 اللي هو بين 100 وبين 1000، هو هنا تقريبا يعني هذا هاي 100 هاي 110 هاي 100 هاي 200 300 وهكذا، فأنا عندي هنا تقريبا 140، يعني رينولدز نمبر
حسب هاي المعادلة. طبعا هي معادلة تقريبية بسبب الاتيريشن او بسبب تراي اند ايرور، فيطلع عندي رينولدز نمبر قيمته 141. إذا رينولدز نمبر equal 140. راح أعوض هاي القيمة هنا، إذا VF equal 0.14 متر. يعني سرعة سقوط البارتيكل، هاي البارتيكل عندي تسقط بسرعة 0.14 متر، يعني تقريبا 1 سنتيمتر ونصف تسقط بالثانية. طبعا بس أنا أريد أعرف هاي المسافة، اللي هي المسافة شقد توصل حتى توصل 2.5، يعني تسقط للعمق، يعني نهاية ارتفاع الخزان اللي هي 2.5. أنا بدي أحسب هذا ال L. فراح أسوي مثل تشابه مثلثات. أنا عندي هاي، نقول هاي ال U اللي هي سرعة دخول 35 سنتيمتر بالثانية، وتساوي 3.5 0.35. ويساوي 0.35 متر بالثانية، هاي اليو اللي هي يعني فيكتور أفقي. وأنا عندي هذا الاتش، هنسميه الاتش اللي هو ارتفاع او عمق الخزان، اللي هو فيكتور باتجاه الواي. هذا عندي فيكتور، عندي فيكتور ثاني اللي هو ال، يعني هنا يطابق هذا ال اللي هو مجهول، وفيكتور اخر باتجاه الواي اللي هو اليو. وفيكتور اخر باتجاه الواي اللي هو ال في اف. يصير عندي فيكتور باتجاه الاكس اكسس، خلينا نرسم انه هذا اكس او لا، راح ارسم بالشكل هذا واي، او لا هذا اكس وهذا واي. فشنو عندي؟ عندي متجه او فيكتور باتجاه الاكس اللي هو اليو، بدي يدخل عندي المي باتجاه الاكس، وفكتر ثاني اللي هو ال، وباتجاه واي شنو عندي؟ عندي الاتش اللي هو لقيت قيمته 2.5 متر. بس انا اذا عندي بارتكل بدي يدخل هنا من هاي النقطة، بدي يتحرك بهالشكل ويسقط هنا. من تشابه المثلثات او من هذا المثلث، راح اقول ال L L على H يساوي U على ال V. اتمنى هاي النقطة تكون واضحة شلون صارت. انا اذا عندي مثلث يشبه مثلث، خلينا نقول هذا عندي مثلث وهذا مثلث آخر. هنا المثلث عندي شنو بيه؟ عندي U و H، أوكي، وهنا عندي L و VF. ذني المثلثين متشابهين، يعني هذا على هذا وهذا على هذا. يصير عندي L على H equal U على في اف.
يعني تقريبا محل السؤال ما بقى فيه. ال L راح يساوي ال U اللي هي سرعة دخول المي أفقيا 0.35، في ال H هي 2.5، على ال VF هي 0.14. قيمة L عندي طلعت 6.25 متر، عشان عندي خزان. إذا كان الخزان ارتفاعه أو عمقه 2.5 متر، وكان المطلوب مني إن كل الجسيمات الغبار أو التراب أو أي شوائب بالماء إذا كان قطرها 1 مليمتر وتدخل بفلو 35 سنتيمتر بالثانية، المفروض يصير طول الخزان أو العرض المفروض يصير 6.25 متر، حتى أتأكد إنه كل الجسيمات تسقط هنا بعمق الخزان خلال هاي الفترة. أوكي، وهذا كان سؤال اليوم، أتمنى استفاديتم منه، شكرا جزيلا.